كاسات الجلاش معموله بالجلاش محشيه، هتبقى محشيه لحمه مفرومه وجبنه، جبنه بارميجان وجبنه جوده. عايزه اقطعهم بس الحتت اصغر من كده شويه، وانا بقطع هقول لكم على المقادير. طيب المقادير هنحتاج لحمه مفرومه، مشروم فريش، بصل، بقدونس وجبنه، طبعا زبده علشان هندهن بيها الجلاش. اقطع الجبنه بس مكعبات اصغر من كده لان انا عايزه اخلطها مع الموتزاريلا. ممكن ازود واحده كمان. المشروم برضو هحتاج اقطعه شويه، انا كده كده حاطه الطاسه تتسخن. بالنسبه للتوابل مش هنحتاج غير ملح وفلفل اسود. نحط شويه زيت، زيت نباتي. بسم الله. هقطع بس كميه انا محتاجاها. بسم الله. سيب البصل شويه، المشروم كده كده هيدبل. حط اللحمه المفرومه، بقدونس، اكلتين النهارده خفاف وبسيطين جدا، ما بياخدوش وقت خالص في السوى، وفي نفس الوقت برضو مش مكلفين وحلوين طعمهم حلو. طيب كده تمام، عايزه انزل بالمشروم. وهسيبه شويه على النار. والقوالب، قوالب بتاعه المافنز بس هنحتاج نعمله، نحتاج ندهن. ناخد كده، بسم الله. تحت العكس كده كده مدهون قوي، نزود ونحطها كده. فاضل نحط الحشوة. بسم الله. نحط جبنة، يعني شايفة كده سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت. كل اللي فاضل ان احنا هندخلها الفرن، يدوب الجلاش يقرمش شوية والجبنة تسيح. طيب دلوقتي هدخلها الفرن. سيبها من 7 ل10 دقايق او اقل كمان.